بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، طلاب المشاريع البحثية، مشاريع التخرج، مثل ما وعدتكم أنه راح أشرح لكم يا شنو يعني مشروع التخرج، شلون راح تكتبه، شلون تبدي، إلى آخره، بشكل مختصر سريع. أحاول أنه ما أتجاوز 30 دقيقة إن شاء الله. بالنسبة عندنا إلى هذا الملف، نزلته على جروبكم ووزعه بالنسبة لبقية الطلاب إن شاء الله. بالبداية إحنا لازم نعرف ما هو مشروع التخرج، ما هو بحث التخرج. أنت ليش تسوي، ليش تختار، ليش هذه المادة مفروضة عليك بالمراحل المنتهية من المعاهد والكليات. بالنسبة إلى البحث التخرج، يعتبر تمهيدا للحياة العملية للطالب بعد تخرجه من الجامعة. يعني أنت من تختار مشروع التخرج لازم يكون موضوعه قريب من اختصاصك العام او الدقيق حسب انت الـ الكلية او المعهد اللي انت بيه. مدى استفادتك من هذا البحث بعد ما تتخرج، اوكي، وليش انت تسويه. يعتمد الطالب على نفسه ويكرس جهوده لتقديم مشروع بحث متميز. يعني احنا نقول الطالب يعتمد على نفسه، لكن بالحقيقة انه جزء كبير من مشروع التخرج يقع على عاتق الادفايزر او السوبرفايزر اللي هو المشرف عليك. واذا كان عندك بعد مشرف ثانوي اللي هو الكو ادفايزر، ف راح تستفاد طبعا بشكل اكبر لو كان عندك بس مشرف واحد. احيانا البحث مالتك يكفي انه يكون فقط مشرف واحد عليك، اوكي. اما تعتمد بشكل يعني ماكو بشكل كلي على نفسك، مستحيل. فانت راح تعتمد خاصة في بداية طريقك، ببداية المشروع التخرج، راح يكون علي من يكون العبء الاكبر على الادفايزر او السوبرفايزر اللي هو المشرف. وبعدها انت راح لازم تعرف شلون راح تكتب وشلون راح تلقي الى اخره، طبعا تحت اشراف مشرفك. قد يكون البحث فردي او جماعي، يشترك فيه عدد محدد من الطلاب. بعض الكليات ما يقبلون انه يكون البحث التخرج مشترك، يعني ما بي كل 3 إلى 5 طلاب، لا، يكون بحث مفرد، يعني حسب الكلية او الجامعة. فاذا البحث يا اما راح يكون انت وحدك تسوي او عندك تيم جروب، بحيث يتم توزيع المهام المشروع التخرج على كل الطلاب. المشروع التخرج بشكل مختصر هو عبارة عن مشكلة وانت راح تلقي لها حل. مشروع التخرج يفضل ان لا يكون مشروع او فكرة مطروحة سابقا او مطروحة سابقا لكن جزء مشتغليها، ويحتاج أنه يجي طالب آخر يكمله، أوكي؟ هذا معناته البحث التخرج أحياناً للأسف الكبير عدد كبير من الأساتذة من يجي يناقش الطالب يقول له أنت ليش ما محصل على نتائج، أنت ليش ما كتبت هذه النتائج، أنت لازم تطلع لك فد شيء من هذا البحث. لو تتوصل إلى حل مشكلة أو ما تقدر تتوصل إلى حل هذه المشكلة، ليش؟ لأسباب.
قد يكون أنت حجم العينة اللي أخذتها قليل، قد تكون هناك بعض العراقيل اللي صارت من انقطاع الكهرباء أو المواد أنت تحتاج بعد تكمل طريقة عمل، لكن أنت ما عندك المبلغ الكافي أو لازم تسافر برا وتكمله. إذن هناك بعض العراقيل اللي تواجهك حتى توصل إلى النتيجة النهائية وتقدم البحث بشكل مرموق. إذا شوية طورته ممكن تروح تنشره في مجلة عالمية. أوكي، النتائج اللي أنت تحصل عليها سواء كانت هذه النتائج سلبية أو إيجابية، إحنا لازم شنو نكتبها، لأن إحنا ملزمين بأخلاقيات مهنة، بأخلاقيات البحث، بالأمانة العلمية. أوكي، هذه هي ال 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 أكو بعض الأمور إحنا لازم نركز عليها بكتابة البحث. عندنا هنا أنتوا تعرفون أنه مشروع البحث راح يكون هو محدد بفترة زمنية معينة، قد تكون سنة أو أقل، بالنسبة لنا إحنا 6 أشهر تقريبا. قسم من الطلاب يبدون من العطلة الصيفية إذا كان البحث مالتهم طويل، لكن أكثر المشاريع البحثية حتى تقر وياخذون الموافقات راح تكون هي يعني من بداية السنة الدراسية، بحيث هو مناقش البحث مالته قبل امتحانات نهاية السنة. طيب، إن البحث التخرج هو عبارة عن موضوع ينم عن اختبار الطالب. ليش؟ ليكشف عن قدراته العلمية والفكرية في ربط المعرفة والعلوم التي حصل عليها خلال مرحلة الدراسة الجامعية مع بعضها البعض. أعتقد هذه يعني فد نقطة مفهومة، وإحنا قلنا إنه لازم أنت خلال أنت من إذا كنت بالكلية بالمراحل الثلاثة اللي مريت بها، شو استفاديت؟ شنو الأشياء اللي ممكن نضيفها في بحثك؟ وإذا أنت كنت في المعهد، ما هي الأشياء اللي أخذتها في المرحلة الأولى وخلال دراستك بالمرحلة الثانية؟ أوكي؟ ليكشف عن مهاراته التحليلية المختلفة، المشكلات التي تواجهها ومحاولة إيجاد طرق مبتكرة لحلها. مثل ما قلنا، إحنا عندنا البحث هو عبارة عن مشكلة وإحنا نحاول نلقيها، وهناك طلاب أذكياء جدا جدا بحيث هم يلقون الحل لبعض المشاكل اللي مثلا خاصة في مجال الهندسة، الكهرباء، يعني هذول نشوف انها اكو طلاب اذكياء جدا. في مجال التحليلات المرضية ايضا نشوف انه اكو طلاب اذكياء، بحيث هم يقترحون اسم البحث للمشرف، هم يسهلون الامر ويروحون إلى أماكن حتى بعيدة ويجيبون عينات أو يلتقون ببعض الناس اللي هم من الصعب أن نلتقي بهم. زين، يعني أكو بحوث حتى يروحون للبادية وهكذا. لكن حاليا في الوقت الحالي يعني الموافقة على مثل هذه البحوث صعبة. يتم اختيار المشاريع البحثية بحيث اللي هي تنفذ خلال فترة تقريبا 4 إلى 6 أشهر، وما تكلف الطالب، وبحيث انه العينات اللي حصلها ما تتلف بسرعة، او يحصل على النتائج خلال فترة زمنية سريعة. ليش؟ بسبب انقطاع الكهرباء، بسبب يعني هنا عندنا الظروف الأمنية الى اخره. بالأخير إنه شنو اللي يكون إلى قابل على إنه يحلل ويناقش النتائج اللي حصلها إحصائيا، إذا كانت إحصاء وغيرها، ليتأكد الطالب من أنه سيكون قادرا على استخدام المعرفة البحثية والخطابية والتنظيمية وتوظيفها في عمل بحث التخرج. طبعا هنا احنا هسه راح اشرحها، انه الطالب كيف راح يكتب البحث، شنو هي خطوات كتابة البحث، شلون راح ينظم المشروع التخرج. بعدين الخطابية انه احنا بعدها بعد ما تكملون كتابة البحث راح تسووا تقدموه بشكل
تقرير كامل، بحث كامل. بعدها راح تيجي تناقش في يوم المناقشة، فراح يكون هنا دور المشرف انه يسوي لك بروفا ويشوف قابليتك على النطق العربي السليم او الانجليزي السليم او اللغة اللي انت تختارها لطرحك للموضوع. اوكي، وينطيك يعني يدرس، خلينا نقول انه يحفزك المشرف، راح يحفز القوة الشخصية في داخلك، ينطيك في الدعم نفسي قبل وأثناء المناقشة بالمشروع البحث. أحيانا بعض الجامعات ما تقبل المشرف يحضر، فيبقى بس هو الطالب وحده يناقش. زين، فهنا لازم تكون انت عندك قوة شخصية في طرح البحثك، شنو الاشياء اللي انت توصلت الها بشكل جداول بشكل صور الى اخره. اوكي، للطالب الحق في اختيار موضوع البحث والمشروع بناء قائم على على قائمة المشروع بناء على قائمة المشاريع المعدة من قبل رئيس القسم، مثل ما انتم سويتوا، انه قسم من الطلاب هم اقترحوا المشاريع البحثية، قسم من عندها لا، الأساتذة هم اقترحوا عناوين والطلاب هم اختاروا، يعني اكو في التكافؤ بين الطالب والأستاذ ورئاسة القسم. وبعدها تعلن المشاريع البحثية للطلاب، قد يكون هناك يعني اعتراض أو يكون اكو توافق بين الأستاذ والطالب من ناحية موضوع البحث، ويبدأون بالتطبيقات. نجي إلى خطوات كتابة البحث التخرج. طبعا بالبداية هو احنا عندنا فكرة ونكتب فكرة البحث، وبعدها راح نكتب خطة البحث بشكل نقاط. يعني احنا عندنا نقول اخذ عينات مثلا من مستشفى اليرموك، او من حدد المكان اخذ عينات دم او ادرار من المستشفيات مثلا، زين، او من الطلبة وإلى آخره. اثنين، إجراء اختبارات بايوكيميائية للكشف عن البكتيريا مثلا اللي أنت دا تريدها، أو الهرمون أو أي شيء أنت عندك، زين، وهكذا. هائلا، راح نخلي خطة البحث. أوكي، نجي إلى القالب اللي هو أنا راح أعطيكم إياه. إحنا عندنا الصفحة الأولى، الصفحة الأولى هي راح تنكتب بيها وزارة التعليم العالي إلى آخره، الجامعة، المعهد أو الكلية، والقسم اللي أنت بيه، شعار المؤسسة مالتك تخليه. بعدها راح يكون عندك بالوسط بالبولد العريض والخط الكبير عنوان البحث راح تثبته. بعدها إلى الأسفل، طبعا هنا أنا كتبتها باللغة العربية حتى الكل يعني يفهمها، وإذا كان أنت مشروع، إذا كان مشروع التخرج مالتك باللغة العربية فتنكتب بهذه الطريقة، وإذا كان مشروع التخرج مالتك باللغة الإنجليزية فتكتب هنا Ministry of Higher Education إلى آخره، وبالإنجليزي كله، بس تكون على جهة اليسار والشعار على اليمين. عنوان البحث سواء كان باللغة العربية والإنجليزية حسب ما أنت، فينكتب هنا تحت، راح يكون هو عبارة هو شنو، مشروع تخرج مقدم إلى، فأنت راح تقول سبمت إلى آخره إذا كان بالإنجليزي، وهكذا للعام الدراسي 2021-2022، العام الدراسي اللي أنت بيه. من قبل الطلبة إذا كان أو الطالب، إذا كان واحد فتنكتب اسم الطالب لوحده، وإذا كان طلبة فتنكتب أسماء الطلبة كلهم. بعدها المرحلة والشعب، بإشراف راح يكون الأستاذ مثلا الدكتور كذا، اسمه الثلاثي، والشهادة واللقب العلمي تنكتب، وإذا كان بالإنجليزي فهو supervised by إلى آخره. في أسفل الورقة راح تكون يعني هذه شوية ننزلها إلى تأخذ الزوايا اليمنى واليسرى، اللي هو التاريخ الميلادي بالشهر والسنة والتاريخ الهجري. أوكي، هاي بالنسبة شنية، هذه الصفحة الأولى. إذن هذه الصفحة الأولى هي عنوان
يسموها صفحة العنوان. أوكي، راح تترتب بهذا الشكل. الصفحة الثانية راح تكون بها الآية القرآنية. الصفحة الثالثة راح يكون هذه ممكن تكتبها وممكن ما تكتبها، اللي هو إقرار المشرف للعام الدراسي كذا قد تم تحت إشرافي وتوقيعه ولقب العلمي وإقرار رئيس القسم. هذه ممكن نكتبها أو ما نكتبها داخل، لكن يفضل كتابتها. القسم من عندهم يكتبوها على أساس أنه رئاسة القسم هي راح تنطيهم قائمة وتنكتب موجود بها هذا يعني هاي الأشياء. أوكي، لكن هو يفضل كتابتها داخل مشروع البحث. إقرار لجنة المناقشة أيضا هذه قسم كتبوها وقسم ما كتبوها، لكن يفضل وضع هذه الورقة مطبوعة داخل البحث، زين، لأنه هذا راح يتم أيضا توقيعها من قبل لجنة المناقشة. بعدها مصادقة العمادة. الصفحة اللي بعدها إذا كان أنت بالعربي فرح تكون هذه الصفحة هي الإهداء، وإذا كان بالإنجليزي فأنت الإهداء مالتك رح تكتبه باللغة الإنجليزية، أهديها لمن تهديها، إلى الوطن، إلى الشهداء، إلى لمن تهديها، يعني إهداء إلى طلبة المرحلة الكذا، إلى أمي، إلى أبي، يعني فشي مختصر جدا. أوكي، الشكر والتقدير هنا الطلاب بالنسبة للأكنولجمنت راح يكون أيضا جدا مختصر، يعني شكر والتقدير راح تكون إلى العمادة، إلى رئاسة القسم، إلى المشرف، وإذا عندك أدفايزر إلى المشرف الثانوي، يعني أدفايزر والكو أدفايزر، المشرف والمشرف الثانوي. إذا عندك مثلا أحد من الموظفين الخارجين أو داخل المعهد أو أكو أستاذ وياك هو اللي ساعدك راح تكتبه، بس مو تترس الشكر والتقدير إلى صديقي، إلى فلان، إلى ما، هذه استبعدوها. أوكي، لا تملوها بأسماء اللي هم ما مساعدكم بأي شيء بالبحث. لي جوا تكتبون فقط طلبة المشروع، ولا تسطرون أسماءكم كلها، بس تكتبون طلبة المشروع. أوكي، ممكن حتى أصلا ما تخلوها. بعدها راح تجي عندنا الخلاصة. الخلاصة من اسمها خلاصة، صفحة إلى صفحة ونص لا أكثر. بالنسبة إلى مشاريع التخرج الأندر جراجويت أو اللي مو الدراسات العليا، الدراسات العليا راح تكون عندك صفحتين وتقريبا ونص، أو هاي راح تكون بالنسبة للدكتوراه. الخلاصة راح يكون عندنا باللغة العربية، وعندنا بعدها تيجي الخلاصة باللغة الإنجليزية يسموها summary. الخلاصة باللغة العربية راح تكون مركزة تشمل على مشكلة أو موضوع البحث، يعني إحنا راح نبدي شنو المشكلة اللي إحنا أخذناها، إحنا استوينا بشكل عام، مثلا أنت استخدمت الأوساط الزرعية، فتقول الأوساط تم استخدام الأوساط الزرعية الانتقائية والغنية السلكتيف إلى آخره، يعني بس باللغة هنا إذا أنت كاتبها باللغة العربية، بس ما تحدد يا وسط، ما تحدد يا بشكل عام. أنت أخذت العينات كذا وقمنا بتاريخ من هالقد إلى، طبعا هذا راح يعلمكم عليها أيضا المشرفين، ما قام الباحث بوجه عام، يعني طريقة العمل بشكل مختصر جدا. والأهم شيء أنا إيش أبين بالخلاصة؟ النتائج، ومو كل شيء أكتب مو كل النتائج أخليها، لا، أبرز النتائج اللي حصلت عليها. مثلا أنت ماخذ عن البريست كانسر اللي هو سرطان الثدي، أبعدكم الله، هنا مثلا تقول كانت أعلى إصابة عند الإناث، وكانت أقل إصابة عند الذكور، وكانت أعلى إصابة مثلا عند الإناث اللي هي بين الفئة العمرية مثلا من 40 إلى 50 وهكذا.
أوكي، هذه طبعا الخلاصة ما تحتوي لا على صور ولا على جداول ولا على أي شيء، فقط كتابة. الخلاصة احنا قلنا هنا بعدها راح تكون هي السمري، الخلاصة باللغة الإنجليزية يجب أن تكون مطابقة تماما لما أنت كتبته باللغة العربية، مو أنت كاتب العربي شكل والأجي من أقرأ الإنجليزي يختلف عن العربي. زين، لازم تكون مطابقة. بعدها عندنا قائمة المحتويات الـ Contents، المحتويات اللي هي طبعا انت المشروع البحث ما تذكر الصفحات لحتى ترقمها، فراح تقول الصفحة إذا كان طبعا هنا باللغة العربية، أما إذا كان باللغة الإنجليزية فيكون بالعكس، هنا راح تكتب الـ Page هنا، والمحتويات راح تكون الـ Contents بالوسط، والترقيم الفقرات راح تكون هنا. اوكي، فاحنا قلنا الآية الإهداء الشكر إقرار وهكذا احنا هنا كاتبيها. اوكي، هذه كلها تتسطر. نيجي بعدها، انت راح يكون عندك هنا اذا كان بحثك بجداول فاكو قائمة تسمى قائمة الجداول اللي هي التيبل ليست. اوكي، ايضا تكتب عنوان الجدول. زين، يعني هنا تترقم الجداول، جدول رقم 1 2 3 وهكذا. إذن هذا رقم الجدول، عنوان الجدول شنو، الجدول الأول شنو عنوانه، وبيا صفحة موجود هذا الجدول وهكذا. قائمة الأشكال إذا كانت عكو الفيجر ليست، عندك مثلا قائمة بيانات، عكو صور، عكو فنكتبها. زين، اكو قائمة الاشكال اكو قائمة الصور، ممكن يعني كل وحدة تخليها واحد. ايضا نفس الحالة، شكله الشكل رقم 1 وعندنا بيا صفحة موجود. قائمة المختصرات ايضا من هذه مهمة والطلاب معظمهم ينسوها، اللي هي الابريفيشن او الابريفيتد ليست. هنا هذه القائمة، يعني مثلا انت استعملت طريقة البي سي ار، فاش تكتب؟ تكتب اسم المختصر بي سي ار، و تكتب الاسم الكامل له شنو هو هذا، فتقول بوليميريز تشين رياكشن. زين، اذا كان عندك دي ان اي راح تقول داي نيوكليوتايد ادينين وهكذا. زين، دي ان اي، ار ان اي، عندنا يعني هوايه هوايه، اس اس اجار اللي هو السالمونيلا شيجيلا اجار وهكذا، اذا عندك هرمونات تي اس اتش والى اخره. طيب هسه راح نجي للفصل الاول، الفصل الاول اذا كان انت عندك بالعربي راح تكتب الفصل الاول، وإذا كان عندك بالإنجليزي تكتب chapter 1. أوكي، الفصل الأول تكتب شنو العنوان مالته جوا، مثلا الفصل الأول هو شي يتضمن، المقدمة، فراح تقول الفصل الأول بشنو جوا، نكتب المقدمة. زين، إذا بالفصل الأول أنا عرفت أنه شنو بيها مقدمة. وتقول هنا مثلا إذا كان بالإنجليزي chapter 1 introduction. اوكي، ويكون تقريبا في منتصف الصفحة بالبولد العريض، وتقريبا يعني هاي انتو تحددون الخط، مو اشكال، المهم كبير. طبعا هنا نوع الخط هو التايم نيو او التايمز نيو رومان. عندنا بعده راح تجي المقدمة، المقدمة راح نكتبها هنا المقدمة، وإذا كان بالإنجليزي introduction. راح نكتب مقدمة عن الموضوع، شنو أنت مثلا البكتيريا اللي ماخذها، شنو الصفات العامة إلها، شنو الأوساط اللي إحنا ننميها، أو أنت المرض اللي أخذته نوع المرض شنو هذا المرض، وين منتشر أكثر شيء، وين موجود بالعراق، هل عقود دراسة عليه لو ماكو دراسات، فتشي المقدمة لا تتجاوز صفحتين. اوكي، في نهاية المقدمة انت راح تكتب هنا كأنما طرحت المشكلة، وراح تقول نتيجة لأنه بسبب مثلا، راح تقول احنا عندنا التلوث في البصرة، التلوث عكو كيميائي، اشعاعي، شنو التلوث مايكروبي، حكيت عنه.
بعدها راح تقول أهداف البحث. راح تقول أولا، أو قبل هذا راح تقول نتيجة لذلك. زين، أنت طرحت فد شي، فد مشكلة تعاني من عندها البصرة، فراح تقول ولذلك ارتأينا إلى وضع الأهداف البحث التالية: أولا، عزل عينات المياه من محافظة البصرة. اثنين، الكشف عن التلوث الميكروبي. ثلاثة، التحري عن الميكروبات. من هي الميكروبات؟ خلينا نحدد البكتيريا باستخدام الأوساط الزرعية. ثلاثة، وهكذا نسوي الانتيبيوتيك ديسك، يعني أشوف الحساسية والمقاومة لهذه البكتيريا في هذه المياه، وهكذا. أوكي، هاي بالنسبة المقدمة، وقلنا في نهايتها أهداف البحث مالتك بشكل نقاط. أجي إلى التشابتر الثاني، الفصل الثاني. إيش راح يتضمن الفصل الثاني؟ راح يتضمن استعراض المراجع. إذا هنا إيش راح تكون الفصل الثاني؟ تكتب لي جوا، راح تكتب الفصل الثاني شنو عندي؟ استعراض المراجع. إذا لما راح يجي يناقشك راح يعرف أنه الشابتر الثاني حيكون هو استعراض مراجع، وإذا كان بالإنجليزي chapter 2 literature review، هيك راح تنكتب. أوكي، شنو يعني استعراض المراجع؟ استعراض المراجع معناته احنا راح نخلي مثلا، خلينا ناخذ هو نفس المثال مالت البصره، راح نقول انه في سنه، طبعا احنا هنا في احنا ناخذ اخر البحوث العشر سنوات الاخيره اللي مشتغليها يفضل. زين، في استعراض مراجع راح نقول انه مثلا قبل 10 سنوات اشتغلت الباحثة مثلا الدكتورة تغريد كذا على المياه، وتوصلت إلى أن أكثر البكتيريا اللي موجودة كانت هي إيكولاي، باسيلاس، ستريبتوكوكس إلى آخره. أوكي، جاء من بعدها الباحث العراقي، وبعدها إذن أول شيء أطرح الأشياء المحلية وبعدها العالمية. إذا كانت أكو يعني أنا ناشر البحث مالتي وين، أو أقارن شوية، أقول أنه كانت مثلا التلوث المائي في إيران أو التلوث المائي في الكويت أقل مما هو في العراق، كانت النسب كذا كذا. هذا استعراض المراجع، أشوف من المشتغل قبلي بموضوع مقارب إلى موضوعي. أوكي، وهكذا. الفصل الثالث راح يتضمن المواد وطرائق العمل. المواد وطرائق العمل، طريقة العمل، وهذه أيضا أنت والمشرف مالتك ترتبها. شلون راح تبدي؟ شلون تأخذ العينات؟ شلون هذه؟ فيسموه إذا كان بالعربي فتنكتب بهذه الطريقة، أما إذا كان بالإنجليزي فتكتب chapter 3 materials and methods. بعض الطلاب راح يكون البحث مالتهم نظري على العملي. أوكي، مثلا جماعة الكورونا مدى يخلوهم بالمستشفيات يروحون ياخذون سامبلات او ينطوهم بس الداتا وهكذا، فراح يكون ماكو تشابتر الثالث، يعني ماكو مواد وطرائق عمل، راسا راح نكتب بشكل نظري على الموضوع اللي احنا ماخذينه، يعني كانما بس استعراض مراجع راح يكون. اوكي، كملت انت المواد، كتبت المواد، قلت أنا استعملت هذه الأوساط الزرعية، عقمتها بفلان طريقة وهكذا. زين، هسه نجي للفصل الرابع، النتائج والمناقشة. النتائج والمناقشة أيضا إذا كان أنت مشتغل بيدك وأخذت عينات وزرعت سويت، إذا عندك هرمونات طلعت نتائج الهرمونات إلى آخره، راح تجي بالفصل الرابع أكو نتائج ومناقشة.
اللي هو chapter 4 results and discussion، وتكتب انت ايش حصلت. طلعت عندي البكتيريا جرام نيجاتيف، طلعت عندي البكتيريا جرام بوزيتيف. ترسم بيانات، تحط شكو صور انت حصلتها، تكتب يعني هذه انت شنو النتائج اللي حصلتها، راح تخليها بي، تيجي بعدين تناقشها. راح تشوف مثلا انت طلعت عندك الايكولاي النسبة اللي حصلتها من 100 نموذج، طلعت عندك بس 50 بوزيتيف للإيكولاي، فتقول 50% من النماذج اللي حصلتها طلع بها إيكولاي. المناقشة هاي النتيجة مالتك، 50% إيكولاي انت حصلتها من بين بقية البكتيريا. زين، شنو مناقشة؟ يعني تشوف تقارن. المناقشة يعني أقارن النتائج مالتي اللي حصلتها مع نتائج محلية وعالمية مقاربة للبحث مالتي. فتقول مثلا بينما كانت دراستنا متوافقة أو غير متوافقة مع دراسة الدكتورة مثلا تغريد، إذ كانت النسبة اللي حصلت عليها هي 80% بينما أنت قد حصلت عليها 50%. ليش؟ لأن يعني أنا مثلا ما أخذتها قبل 5 سنوات بينما أنت جيت ورايا ورا 5 سنين كملت البحث أو عدت البحث، تريد تشوف أكو بكتيريا أو لا بعدها أو زادت وهكذا. زين، هذه معناتها النتائج والمناقشة. أجي إلى الفصل الخامس. الفصل الخامس هي راح تكتب في وسط الصفحة الاستنتاجات والتوصيات. 5 chapter 5 conclusion and recommendation، يعني استنتاجات. إذا كان بالإنجليزي تكتب هذا، وإذا كان بالعربي راح تكتب هذه العبارة. شنو يعني استنتاجات وتوصيات؟ يعني راح تكتب أنت شو استنتجت بالبداية. راح تكتب الاستنتاجات. زين، راح تكتب الاستنتاجات بشكل نقاط، بعدين صفحة التوصيات بشكل نقاط. إذا صفحة للاستنتاجات وصفحة للتوصيات. الصفحة يعني مثلا انت يعني شو توصلت. راح تقول هنا أنا ما اكتب ارقام، يعني اكتب انه تم عزل الايكولاي وكانت اعلى نسبة عزل لبكتيريا الايكولاي. 2 كانت اقل نسبة عزل لبكتيريا ستريبتوكوكس. زين، مثلا كانت وهكذا. اذا انت عندك هرمونات راح تقول كانت خلينا نقول البريست كانسر نفس البحث، راح تقول انه اعلى فئة للنساء او كانت اعلى فئة للنساء ضمن الفئة الشبابية، بينما كانت مثلا اقل النسبة عند المراهقات. زين، وهكذا. إيش قد التوصيات؟ بالنسبة إلى التوصيات يعني أنت إيش توصي؟ هل أنه يعني ممكن هذا يجي طالب وراك يجي يكمل؟ مثلاً أنت استعملت الأوساط الزرعية واستعملت فقط الأنتيبيوتيك ديسك، راح تقول أوصي أنه الطالب اللي يجي من بعدي يكمل على هذا البحث بس يستخدم وياها شنو PCR، يستخدم إلايزا، يستخدم فحوصات مناعية. هاي توصيات. زين، اوصي ب مثلا تعقيم المياه في تلك المنطقه، لانه احنا ايش لقينا بها تلوث ميكروبي عالي او تلوث اشعاعي وهكذا. اوكي، تلوث ميكروبي او اي شيء. هذه التوصيات. اخر شيء ايش راح تكتبون؟ اللي هي تحطون بين هذا ممكن تخلوك تشابتر او ممكن بس بالاخير بدون تشابتر، اللي هو المصادر. بالانجليزي references. تبدي انت طبعا انت والمشرف مالتك راح ترتبها. تبدي عندك راح تستعمل المصادر باستعراض المراجع. زين، وين راح تستعملها؟ بطريقة العمل. انت يا طريقة العمل هاي مو انت مسويها، منو هاي اللي مسويها؟ منو اللي استخدمها؟ منو اللي قال لك حط قطرة على قطرة؟ هل الشركة لو احد مسويها وهكذا. زين، وبعدين عندك وين احنا قلنا استعمل بعد شنو عندي؟ عندي بشابتر الرابع النتائج والمناقشة. المناقشة مو قلنا راح حتى تسوي
تناقش أو تقارن النتائج مالتك مع نتائج محلية ودولية، فهنا أنت راح تحتاج إلى المصادر. إذا هذه كلها وين راح تكتبها؟ في هذا الشابتر. آخر شيء، أكو شيء اسمه الملاحق، الأبندكسز. الملاحق يعني أنت مثلا استعملت استبيان، أو أنت استعملت فد جهاز وانطاك فد نتائج بيانية طويلة ناعمة. ما هذه أنت وين راح تكتبها؟ راح تخلي هذه الملاحق، راح تكتب الملاحق أبندكس، وتيجي تحط هذا الاستبيان اللي أنت استعملته أو أي شيء، حتى يعرف اللي ناقشك أنت مستعمل هذا الاستبيان، أو أنت اعتمدت على هذه الخارطة، أو في يعني راح تخليها في الملاحق. هنا هذا هو اللي قلناه، هو هذا كله مشروع التخرج. إذا خطوات كتابة البحث التخرج احنا شرحناه بالملف اللي موجود قبل شوية، شوفت لكم اياه كمثال، وهذا ان شاء الله لحد انطيكم اياه على الجروب، واي واحد يطلبه ايميلي موجود والقناة اليوتيوب موجودة، ادزل هي بشكل ملخص. وهذا احنا قلنا عليها خطوات كتابة البحث التخرج. إذا أخلي يمي أسئلة. السؤال الأول، ما هو بحث التخرج؟ السؤال الثاني، ما هو الفائدة من بحث التخرج؟ السؤال الثالث، ما هي خطوات كتابة بحث التخرج؟ أوكي، خطوات كتابة بحث التخرج اعتمدوا بيها على القالب اللي شفناه قبل قليل. 1 2 3 تقول صفحة العنوان بها عنوان البحث، هذا واحد، وهكذا. زين، لأن هنا مو كل شيء مكتوب بها، يعني ما كل آية القرآنية والإهداء والتشكرات وهكذا. أوكي، هاي احنا ماخذيها بشكل عام. طيب السؤال اللي بعده، مثلا ماذا تتضمن صفحة العنوان؟ أوكي، السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده، طبعا هنا احنا بالنسبة ان تسليم البحث انت راح تسلمه على سي دي ونسخة ورقية، يعني النسخ الورقية حسب القسم مش قد يريد انت تسلمه بالملف، راح تنزله لو بشكل بي دي اف او بشكل وورد او اثنيناتها سوا على السي دي. اوكي، وطبعا يسحب ملون. هسه ننطيكم بس اشوفكم هذه نمشي عليها، حتى اعطيكم يعني الاسئله بشكل مختصر، حتى ما تيجي تقرا بيوم الامتحان انت تعرف ايش تقرا. اوكي، بالنسبه عندنا ملاحظات للكتابه، احنا ترقيم الصفحات، الترقيم الصفحات احنا التي تستخدم الترقيم اليوناني لصفحات ما قبل المشروع. يعني شنو ما قبل المشروع؟ يعني قبل يعني الشابتر الاول، راح نستعمل الصفحات اللي هو الترقيم اليوناني. اوكي، ونبدي الترقيم العربي من بداية فصول المشروع، يعني من يا صفحة تبدون من المقدمة، تبدون 1 2 3 إلى آخره. أما ما قبل المقدمة فكله ينكتب يوناني، ترقيم يوناني. أوكي، يكتب رقم الصفحة طبعا بالأسفل الصفحة وبالنص، وعلى ارتفاع 2 سنتيمتر من الطرف السفلي، يعني على مسافة من الطرف السفلي من الورقة. اوكي، يعني مو تحطون، يعني شلون هسه انا حاطة ترقيم الصفحة هنا، انتو نفس الحالة، مو تحطوها لي فوق. هذه مثل ما قلنا الجداول، اذا كان موجود جداول فننطي كل جدول رقم 1 شنو عنوانه، رقم 2 شنو عنوانه، 3 وهكذا. بالنسبة لكل رسم، كل صورة نفس الشيء، صورة رقم 1، صورة رقم 2،
وهكذا. بالإنجليزي table 1 table 2 إذا كانت صورة أو فيجرات، فيجر 1 فيجر 2 وهكذا. إذا كانت عكو معادلات أيضا نفس الشيء، معادلة رقم 1 معادلة رقم 2 إلى آخره. طيب هذه إحنا قلناها ما هي أقسام المشروع أو ما هي فصول المشروع، شرحناها قبل قليل. لغة الكتابة هاي أنت حسب الكلية اللي أنت بيها، إذا قد يكون إنجليزي قد يكون عربي فرنسي إلى آخره حسب ال أوكي. بالنسبة إلى الحواشي هم إحنا نسميها، أو الجريد المسافة من اليمين واليسار، هذه إذا أنت ما تضبطها أكو مكتب يضبطك إياها، أي مكاتب تضبطك إياها زين بحيث تترك هذه الحواشي. طبعا هنا النسخة اللي أنت تقدمها للقسم لازم ما بيها أي أخطاء أو تشطيبات. هذا أيضا سويت لكم إياه بشكل مختصر. قائمة المراجع، شلون راح تكتب أنت المصدر؟ أوكي، شلون تكتب المصدر؟ خلنا ناخذ فد مثال على مشروع التخرج. خلينا نقول انت عندك بالبداية راح تكتب اسم الباحث او الناشر، هذا وين، هذا شنو، هذا شلون تكتب المصدر. زين لازم بالبداية تكتب اسم المؤلف او الناشر، بعده واذا كانوا مجموعة فتكتب المجموعة كاملة، يعني اسمك إذا كنت أنت الباحث وناشر البحث مالتك في مجلة دولية راح تكتب اسمك، وبعدين منو إذا كان عندك باحث ثاني تكتب اسم الباحث الثاني وهكذا. زين سنة سنة النشر لهذا البحث مثلا سنة 2020، فتخليه بين قوسين سنة 2020 بعد منو، بعد المؤلف. بعدها طبعا هنا إذا كان عندك كتاب يختلف، إذا كان عندك أطروحة تختلف، إذا كان عندك بحث تختلف طريقة كتابة المصدر، وهذه إن شاء الله أنا كلها أشرح لكم إياها بعد ما نكمل وضع الأهداف وكتابة المقدمة، ومن نبدي نستعرض باستعراض المراجع راح أعلمكم شلون تكتبوها. أوكي آخر شيء بقى عندنا عدد صفحات المشروع، يفضل أنه ما تزيد عن 50 صفحة. 50 صفحة حتى أصلاً هواية، يعني 30 صفحة كلش كافية. وقسم من عندهم يعني ممكن توصل إلى 100 صفحة، هذول يعني خاصة الكليات الأدبية والإنسانية، يعني بيعدهم الكتابة أكثر من طريقة العمل. أتمنى أكون غطيت جزء من المشاريع، كيفية تكتب المشروع البحث، شنو الأشياء اللي أنت لازم تركز عليها، والباقي إن شاء الله أنت والمشرف مالتك. أتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله.